السلام عليكم، بس بتأكد إذا الصوت والصورة واضحين. بس حد يعطيني confirmation. الصوت واضح؟ خلاص إن شاء الله نبتدي. خلاص نبتدي إن شاء الله، بس أتمنى إن اللي داشين على اللايف يكون نزلوا الملفات اللي طرشتهم في موجودين على في اللينك. نحاول نستخدم التمبلت بدل ما نستخدم الفرجار والأدوات الثانية، بس حنا نستخدم قلم رصاص ومسطرة وقلم حبر، أي قلم أو ألوان. ننتظر بعد شوي عشان نتأكد ان الكل جاهز. اذا تطلعون نسختين من كل ورقة، يعني من هذا التمبلت، احنا في العادة بنشتغل على بس النموذج هذا، النموذج الثاني نستخدمها لتكرار الزخارف، يعني تقدرون تمارسونها بعد اللايف. الصورة واضحة ولا مو واضحة الصورة؟ لأن أشوف مكتوب الصورة مو واضحة. خلاص إن شاء الله نبتدي. بسم الله الرحمن الرحيم. نبتدي اليوم ورشتنا هاي في البداية. حابة أشكر كل المتابعين على الانضمام للورشة هذه، وأحب أشكر هيئة دبي للثقافة ومركز دبي للاقتصاد الإسلامي على إتاحة الفرصة للمشاركة في الحملة اللي أطلقوها في شهر رمضان اللي هي لنبدأ معا. في البداية بس أحاول أعرفكم عن الزخارف الإسلامية اللي احنا في العادة نشوف الزخارف الإسلامية في أماكن كثيرة في العالم الإسلامي، خصوصا في المناطق اللي كان فيها انتشار الزخارف. فالفكرة من الورشة هذه إن نحاول نعرف الناس على الزخارف وكيف يبتدون برسم الزخارف حتى لو ما توفرت لهم ما توفرت لهم الأدوات اللي لازم نستخدمها. احنا في العادة نستخدم الفرجار لرسم الزخارف، بس لأن هذه الورشة ورشة أونلاين وفي ناس يعني يمكن يكون استخدام الفرجار صعب بالنسبة لهم أو توجيههم لاستخدام الفرجار عن طريق الأونلاين، فحبينا نستخدم التمبلت. التمبلت احنا بنستخدمها لرسم زخارف رباعية بسيطة. نحاول إن شاء الله نغطي اليوم زخرفتين رباعيات، ونشوف لو صارت فرصة ثانية في ورش ثانية نغطي أنواع ثانية من الزخارف. هنبتدي بالنموذج الأول اللي عندنا هذا. هنشوف إن هذه الدائرة الأساس، كل الزخارف تبتدي بالدائرة. هذا السبب اللي يخلينا إحنا نستخدم الفرجار ونقسم الدائرة على حسب الزخارف إذا كانت رباعية أو خماسية أو سداسية. فاحنا زخرفتنا اليوم بتكون رباعية، بنشوف الدائرة مقسمة إلى 8 أجزاء. احنا عشان نبتدي بالرسم يكون الموضوع سهل علينا، نحاول نحط نقاط على الأماكن اللي راح نرسم منها. فنحدد النقطة هذه، نحط عليها رقم 1، والنقطة الثانية اللي هي التقاء الخط الأفقي، الخط القطري هذا مع الدائرة، حط عليها رقم 2، وهذه النقطة رقم 3، 4، 5، 6، 7، 8. فبتستوي عندنا 8 نقاط. هذه النقاط اللي راح نستخدمها لرسم الزخارف، سواء الزخرفة الأولى أو الزخرفة الثانية.
مستعذرون انه ما اقدر اشوف المسجات وارد عليكم، ف لو في شيء ان شاء الله انا احاول ان ارد عليه بعد البث، وان شاء الله يكون البث محفوظ وحطه في قناتي على اليوتيوب. فاحنا بنبتدي بنستخدم القلم الرصاص مثل ما قلنا، لان احنا في البداية بنرسم الزخرفة بالخطوط الاساسية، وبعدين مو كل الخطوط راح نستخدمها في الشكل النهائي، هذا الشيء راح نشوفه بعدين. انا بحط هني النقاط اللي راح تتوصل، يعني من نقطة رقم 1 لرقم 3، من 3 لـ 4. فاحنا في البداية لرسم الزخرفة الأساسية راح نرسم خط من رقم 1 لرقم 3، يعني بحط هني 1 لـ 3، حسب اللي يدخل بعدين يقدر يشوف النقاط يقدر يتبع عليهم. وبعدين من رقم 3 لرقم 5، من رقم 5 لرقم 7، ومن رقم 7 لرقم 1. نشوف عندنا ايش صار شكل المربع اللي بالانجليزي يسمونه الدايناميك سكوير. هذا المربع راح نرسم مربع ثاني داخل الدائرة يتقاطع مع المربع هذا، فبنبتدي من رقم 8 لرقم 2. نبتدي بعدين من رقم 2 لـ 4، يعني الأرقام الفردية مع بعض والأرقام الزوجية مع بعض. بعدين من رقم 4 لـ 6 رسمناه، ومن 6 لـ 8. احنا لو نشوف الشكل هذا بشكل عام، هذا الشكل يعني منتشر في اكثر الزخارف الرباعية، او هو اساس الزخارف الرباعية. بس احنا عشان نرسمها بطريقة صحيحة راح نستخدم القلم الحبر او اي قلم عندكم انتم ملون، بس ننتبه لهالنقاط، ننتبه للنقطة هذه والنقطة هذه والنقطة هذه اللي هي باختصار نقاط التقاء المربعين مع بعض. نحاول الخطوط اللي في النص ما نرسمها عشان تتشكل عندنا الزخرفة بشكل صحيح، لأن الفكرة من الزخارف الإسلامية إنها بدأت تنتشر بشكل كبير، بس بدأت تنتشر بشكل خاطئ بعد، يعني في طريقة رسمها. فبنشوف حين مثلا لو بدينا نرسم أو نقدر نحط أرقام بعد على النقاط هذه، يعني احنا انتهينا برقم 8، خلينا نحط حروف، نبتدي A B C D E F G H. فاحنا لما نرسم الحين الزخارف نحاول اهم شيء ان في رسم الزخارف الدقة، ان نحط المسطرة والقلم من نقط التقاء يعني الخط وين يبتدي وين ينتهي. فبس عشان نحرك ايدي عشان تشوفون انتم، مثلا من A لرقم 2، من رقم 8 لل H، نرسم نفس الشيء تحت. الأسهل إذا مثلا تستخدموا، خصوصا إذا كانت الزخرفة معقدة أو زخرفة كبيرة، حاولوا تبتدون بنفس الخطوط اللي على نفس المستوى عشان يكون سهل عندكم تشوفون الشكل العام. دي هي رقم 4، ورقم 6 لحرف الإي. ونفس الشيء نبتدي بالخطوط العمودية،
بعدين نبتدي بالخطوط القطرية. فاحنا الحين يعني انتهينا من الزخرفة الأولى، هاي الزخرفة تعتبر زخرفة بسيطة، زخرفة رباعية. رباعية لأنها الزخارف ثلاث أنواع، أو 90% منها ثلاث أنواع. في الزخارف الرباعية اللي فيها يطلع منها رقم 8 و16 وتكرارها، والزخارف الخماسية، والزخارف السداسية، وفي عدد بسيط من الزخارف اللي يكون على رقم مبني على رقم 7 ورقم 11 أو 13. الفكرة أن الزخارف الرباعية أسهل زخارف في نوع الرسم الأساسي، خصوصا إذا بدينا نستخدم الفرجار في رسم الدوائر. هي الفكرة شو التسمية من وين؟ الدائرة هاي احنا مقسمينها على 4 أقسام، من الأربعة نقسم لـ8، فيصير عندنا هاي النجمة. هاي النجمة اللي نرمز لها بالزخارف نسميها نجمة النجمة المثمنة، أو في بعض التسميات يسمونها الخاتم. يعني أنا ما أبغى أدخل في تفاصيل أكثر في الزخارف لأنها عالم متشعب، في وايد أشياء مغلوطة في الزخارف، وللأسف تتكرر يعني في معظم الناس. فبس احنا نبغى نبتدي بتبسيط الزخارف، وتكون هذه خطوة أولى للدخول لعالم الزخارف. احنا نشوف ان هاي الزخرفة بسيطة، بس جمال الزخارف في تكرارها، لأن التكرار هو من أهم سمات الزخارف الإسلامية. عشان نوضح المثال هذا راح نبتدي بالنموذج الثاني. يعني انت ممكن ترسمون الزخرفة وياي بس على نموذج واحد، بس أنا بوضحها بس عشان نشوف عملية التكرار كيف تكون، أو شو الأشكال اللي ممكن تطلع معانا من عملية التكرار. لأن في أشكال، إحنا لما نشوف هاي الزخرفة الشكل الأساسي عندنا النجمة، بس في أشكال ثانية إحنا ما نشوفها إذا كانت الزخرفة كجزء واحد. راح نشوف في الرسمة هذه، راح اكرر بس بشكل سريع نفس الرسمة عشان احنا بس نشوف شو الاشياء اللي تطلع معانا. ان شاء الله لو في اي سؤال بس اخلص من الرسم، وان شاء الله برد على الاسئلة سواء كان في البث هذا او عن طريق الدايركت مسج. واللي دخل علينا متأخر يعني بإمكانهم تنزيل الملف عن طريق اللينك اللي موجود في البايو، ويشوفون الستوري عندي للتفاصيل، أو يدخلوا على ستوري دبي كلتشر ويشوفون النماذج هاي موجودة كابتشرد ستوريز. واحنا من خلال هذا الدرس البسيط نحاول حتى نشجع الأطفال انهم يبتدون في رسم الزخارف، لأن مثل ما شايفين انه الموضوع مو محتاج اي أدوات خاصة او اشياء معقدة. يعني يمكن تلاحظون ان انا لما ارسم الزخارف المكررة ادمج رسم جزئين او 3 اجزاء مع بعض، لان صار عندي الموضوع سهل. بس انتم كبداية يعني الافضل انكم ترسمون كل رسمة بروحها، وبعدين تشوفون كيف ان الخطوط تكون متواصلة مع بعض. لو نحط الاطار الخارجي عشان يكون الشكل عندنا واضح.
حالا لو نشوف حين بس انا بحاول اني امسح بعض الخطوط، بامكانكم مسح الخطوط كبداية، بس انا للمبتدئين احب انهم ما يمسحون الخطوط. ليش؟ لان مثلا لو رجعوا للدرس او للرسومات اللي رسموها قبل اسبوعين او 3 اسابيع يشوفون الخطوط القديمة اللي موجودة يعرفون كيف الخطوط كانت موجودة. بس انا بمسح الخطوط هاي بس لتوضيح الشكل اللي لازم يطلع عندنا. نشوف الأشكال اللي كانت مو واضحة في النموذج الأول، أو إذا كانت زخرفة غير مكررة. لأن مثل ما قلت، جمال الزخارف أو من أهم سمات الزخارف الإسلامية التكرار. خصوصا مع التكرار، أنا بريكم شيء ثاني بتلاحظونه أنتم، وهو اللي يخلي يعطي الزخارف بعض نوع من السحر. الناس تحب تشوف الزخارف لسبب من هالأسباب. أنا عندي نموذج ثاني مخلص جاهز، بس أنا أحاول أن أرسم وياكم عشان تشوفون الخطوات، كيف ان بامكانكم تتبعوا نفس الخطوات بعد اللايف. فاحنا نشوف عندنا الشكل هذا الاساسي، كانت النجمة هي الشكل الواضح، بس لما دمجنا 4 نجمات مع بعض صار عندنا هذا الشكل اللي احنا ما كنا نشوفه قبل. نشوف هالشكل يتكرر في نص الشكل هذا، لأنه جاي على نص الرسمة، هني ربع الشكل بس. فهذا تكرار الزخارف يعطينا هذه الأشكال. لما نشوف مثلا النموذج، نفس النموذج اللي نستخدمه بس على 9 دوائر، فتشوف إنه خصوصا إذا بدينا نستخدم الألوان كتلوين للزخارف هذه. فهذه الزخرفة الأولى، النجمة الثمانية أو الخاتم. وإحنا مثل ما نشوف إن هاي الزخرفة صح إنها بسيطة، بس هي أساس الزخارف الرباعية. بس أنا بروريكم نموذج الزخرفة معقدة رباعية رسمتها، نشوف إن الشكل الرباعي هو الأساس الثماني. احاول اجيب رقم صورة تكون واضحة، لان معظم الرسومات اللي عندي مو استخدمها بس البوست في الانستغرام. اذا كان عندي مثلا مشاركة في المعرض احاول ان الرسوم مرسومة بشكل واضح. نشوف هذه الزخرفة، هي طبعا مو زخرفة يعني ك مستوى تعقيد الزخارف، ما نعتبرها من الزخارف المعقدة، بس لأن احنا نشوفها كمقارنة بالزخرفة اللي قبلها نشوف انها تعقيدها أكبر. فنشوف ان هذه النجمة هي أساس الزخرفة وتتكرر في الإطار. وطريقة رسم الزخرفة هاي تدريجية بشكل كبير على نفس الطريقة هذه اللي رسمناها قبل. الحين نحاول ندخل على النموذج الثاني. النموذج الثاني شوي شوي فيه، ما بقول أصعب من النموذج الأول، بس فيه خلينا نشرحها عن طريق الرسم أحسن. نفس الشيء، نبتدي بالنموذج الدائرة الواحدة لأنها تكون أسهل في وضوح للكاميرا، وبإمكانكم بعدين تكرارها عن طريق تكرار نفس الرسمة. نبتدي بنفس الطريقة،
نحط ارقام على النقاط اللي راح نستخدمها، واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية. هذه الزخرفة هي زخرفة رباعية. بعد نبتدي بتوصيل الخطوط هذه من ثلاثة لثمانية، ونمتد لين إطار الزخرفة. فيكون عندنا من ثلاثة لثمانية، بعدين نفس الشيء من ثلاثة لستة ولآخر الرسم. مد الخط للنهاية وايد مهم، راح نشوفها بعدين لما نكرر نشوف نموذج مكرر للزخرفة وشو الشكل اللي ممكن يطلع منه. فعندنا من ثلاثة لستة، بعدين نبتدي من سبعة لأربعة، ومن سبعة لاثنين. هذا نص الزخرفة صار عندنا. الفكرة ان نكرر نفس الخطوط بس بشكل عمودي، فبيكون عندنا من خمسة لثمانية. بعدين من خمسة لاثنين. ومن واحد لستة. اعذروني يا اخوان اللي يكتبون في التعليقات، انا ما اشوف التعليقات كلها لان صعب اني اشوف الموبايل وانا ارسم، بس ان شاء الله برجع لكل التعليقات. من واحد لأربعة. احنا نشوف ان الشكل، او خلنا نرسم ال او برسمه بالحبر احسن. الحين نركز على النقاط اللي لازم نوقف عندها عشان نرسم الزخرفة. هاي احنا الخطوط هاي نسميها خطوط البناء او الكونستراكشن لاينز. نشوف عندنا هذا الشكل اتكرر 8 مرات. في رأس الشكل هذا نحط نقطة لان هني راح نوقف. فاحنا الحين لما نرسم فنرسم من رقم واحد لين الخط هذا. خلينا نحط عليهم حروف عشان نعرف. نبتدي من هذا A B C D E F G H. فبنبتدي نرسم من رقم واحد لحرف B. بعدين من رقم ثلاثة بي، بعدين من رقم ثلاثة للنقطة دي، مثل ما قلت أنا كمبتدئين أحسن طريقة إنكم تحطون نقاط، تحطون حروف، وتحطون
تكتبون الخطوات، لأن راح تساعدكم بعدين، عشان إذا مثلا رجعتوا لرسم نفس الزخرفة بعد فترة بيكون الموضوع أسهل عندكم، وبيسرع عملية تعلم الزخارف بعدين من 5 لدي. ومن 5 لإف، من رقم 7 لإف، سبعة لإتش، ومن اتش لواحد او من واحد لاتش. بنشوف عندنا صارت النجمة الرباعية، هي الفكرة ان نفس النجمة هاي راح تتكرر عندنا بشكل مائل، عشان تكون عندنا الزخرفة النهائية. فهي نفس الفكرة، الحين راح نبتدي من النقطة رقم 2 لإيه، ونمد الخط للآخر. بعدين من 8 لإيه، بعدين من 2 لسي، ومن 4 لسي. من 4 لإي، مثل ما ذكرت قبل أن ما يعني أفضل أن الواحد يمسح في رسم الزخارف، يعني حتى لو كان عندكم مثلا تبي ترسمون عمل فني بإمكانكم رسم الزخرفة على ورقة بعدين نقلها على الشكل النهائي. نشوف احنا الحين طريقة رسم الزخرفة انتهت، الزخرفة الثانية. يمكن احنا نشوفها كمستوى تعقيد أقل من الزخرفة الأولى، بس هي تتبع نفس الخطوط، نفس النقاط مثل ما شفنا، الثمان نقاط اللي حددناها على الرسمة، ومبنية على على شكل رباعي، ونفس الفكرة، احنا نشوفها كوحدة واحدة، بس لما نكرر الزخرفة هذه، عندي الحين النموذج الثاني، نشوفها. لما نكرر الزخرفة على 4 دوائر نشوف أشكال عندنا ما كانت باينة في الشكل في الصورة الأولى. في الشكل الأول كنا نشوف بس النجمة هذه، ونشوف الشكل هذا، نشوف الشكل هذا هنا بس. لما كررنا الزخرفة صارت عندنا أشكال أكثر، كنا صرنا نشوفها، صرنا نشوف الشكل هذا اللي هو بين التقاء دائرتين مع بعض، ونفس الشيء معكوس الشكل. ولما تتكرر 4 دوائر أو تلتقي 4 دوائر مع بعض تطلع عندنا النجمة الرباعية بس بشكل صغير. فهذا من جمال الزخارف، إنه على حسب تكرار الزخارف تطلع عندنا أشكال أكبر. إحنا لما نشوف الحين إذا كررناها بشكل أكبر على 9 دوائر، بإمكانكم رسمها على نفس النماذج اللي موجودة في الملف 9 دوائر، فنشوف كيف إن إحنا نشوفها بطريقة. وفي نقطة يعني مهمة اللي حبيت أذكرها قبل، إن من سبب واحد من أسباب جمال الزخارف إن العين ما تمل لما تشوف، ما تتعب، لأن كل الخطوط تمشي بشكل سلس ومستمر، ما تتقاطع مع بعض. في عدد بسيط من الزخارف اللي فيها خطوط تتقاطع، بس الزخارف الصحيحة الخطوط فيها تمشي بدون ما تتقاطع، فهذا الشيء يكون مريح للعين.
مثل ما شفنا هاي الزخرفة الأولى الثانية وهذه الزخرفة الأولى نموذجين مختلفين بس هم معتمدين على نفس المبدأ من ناحية رسم الزخارف عن طريق الزخارف الرباعي عن طريق النقاط وهي تعتبر زخارف بسيطة وهذا الدرس لليوم أتمنى تكون معلومات سهل والبث كان واضح واعذروني لو كان في أي تقصير بس احنا نحاول ان نستغل الفرصة هذه بالتعاون مع هيئة دبي للثقافة ومع مركز دبي للاقتصاد الإسلامي.